مدينة الضالع تتوسط مناطق مترامية الأطراف، لذا تحولت إلى مركز وعاصمة إدارية لمحافظة الضالع التي استحدثت عام 1998، وضمت إليها المديريات القريبة منها وهي 9 مديريات. مدينة الضالع مدينة تاريخية يطل عليها جبل جحاف، أشهر جبال المحافظة مع سلسلة جبال الحشا، تقع على هضبة جبلية تتخللها أودية كانت تمر بها طريق القوافل التجارية القديمة التي تسير من عدن إلى صنعاء، كما كانت محطة على دروب الأسفار، وهي اليوم على الطريق الإسفلتي التي تربطها بذمار ولحج وعدن. تحط بها عدد من المحافظات كالبيضاء وأبين ولحج وإب وتعز. تضاريسها تتوزع بين جبال وهضاب ووديان، تضم أراض خصبة وبعض المعادن، وأنشئ فيها عدد من السدود والحواجز المائية. المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية في مدينة الضالع عديدة، أبرزها قلعة دار الحيد الأثرية والتاريخية وعدد من القباب والأضرحة، كما أن فيها متحف الضالع للآثار. قلعة دار الحيد تربض على مرتفع يطل على مدينة الضالع، وهي مبنى وحصن يعود تاريخ إنشائه إلى القرن 15. تتكون القلعة من 4 طوابق، وتقع إلى الغرب من القلعة العثمانية التاريخية. تحيطها أسوار عتيقة تتخللها أبراج مراقبة وشرفات دفاعية، حيث بنيت هذه القلعة في الأصل لغرض الدفاع عن المدينة ولتكون مقراً للحكم. ولا تزال تحصينات ماثلة للعيان وشاهدة على حقبة زمنية من تاريخ مدينة الضالع. تعرضت أجزاء من الحصن للهدم جراء معارك وقعت في مارس عام 2015 بين الحوثيين وقوات تابعة للحكومة الشرعية. مدينة الضالع اليوم تشهد توسعاً عمرانياً مستمراً، وفيها كلية التربية ومعهد فني وتقني وعدد من المدارس الثانوية ومدارس للبنات أيضاً. وفي مدينة الضالع عدد من الصناعات الحرفية كالمشاغل اليدوية لصناعة المنسوجات التقليدية ومواد الأصباغ الملونة للملابس وصناعة الزجاج المزخرف وغيرها من الصناعات التقليدية كأدوات ومواد السينة. وتقام في المدينة العديد من الأسواق الشعبية الأسبوعية.